اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا بقى لفقره النهارده، احنا دايما معانا اربع وخميس حلقات بنك الجمال، يعني شعرك وبشرتك وازاي تظهري جمالك وازاي تبقي زي العسل وتبقى بشرتك كده شمعه فله منوره، شعرك ما فيهوش اي مشاكل، كل الكلام الجميل ده والله سهل يا جماعه مش صعب جدا. هنسمع النهارده ضيفتنا الكريمه اللي منوراني ونشوف هتقول لنا ايه. مش بس كده، ده احنا كمان هنشوف بقى ريفيوهات حلوه منكم انتوا وتعليقاتكم الحلوه وكل الكومنتات الجميلة اللي بتكتبوها على منتجات أورجانيكا. منوراني النهاردة نجلاء سرحان، صديقتي وأختي وحبيبتي. ازيك حبيبتي؟ حبيبتي أولا إيه؟ ألف سلامة عليك. الله يسلمك يا حبيبتي، بعد الشر على القمر. الحمد لله، ألف سلامة عليك أنت. وإيه الجمال ده ما شاء الله. الله يسلمك. تسلم إيدك بجد، الأكل ما شاء الله ريحة ريحة وشكل. أنتوا عارفين نجلاء على طول على طول بتحب تجرب وبتحب تدوق الأكل بتاعتك. جربي بقى بصوص البصل دي هتعجبك جدا. إن شاء الله هجرب بإذن الله طبعا. إيه رأيك إن إحنا دايما نقول الحلقات بتاعتنا هي فعلا خلينا نقول ايه، بنك الجمال المستخبي، يعني كل واحدة جميلة ومفيش واحدة ابدا وحشة، لكن في واحدة عارفة ازاي تهتم بنفسها صح. فتظهر نفسها وتظهر جمالها صح، مفيش صح كده؟ حقيقي انا اللي ممكن اوحش نفسي بايدي، ممكن احمل ممكن الاقي شعري في البيت كده فده ما ينفعش، فتلاقي الواحدة شكلها حتى مهما لبست، يعني حتى لو لابسة من احسن حاجة عاملة ميك اب عاملة اي حاجة، فالشعر هو تاج بالزبط. شعر تاج المرأة اللي بيكمل وبيظهر جمالها طبعا، والبشرة طبعا شوف حالة البشرة طبعا، ده هي دي العنوان بتاعنا بالظبط. الناس اللي بتهتم ببشرتها بس بتهتم بوش، بتسيب ايد، بتسيب رقبة، طب انا وشي وايدي ورقبتي هيبان عليهم التجاعيد، صحيح. يبقى اذا انا عندي الشعر والبشرة ومش البشرة بس، ان انا اهتم بوش البشرة مش هي دي بس، لا البشرة دي ودي والايدين الاثنين، كل اللي بيظهر طبعا، كل اللي بيظهر وكل ما بيظهرش والله شوف حالة، المفروض ان احنا نعتني صحيح. بالجسم كله يعني صحيح. طيب النهارده يا جماعه نجلاء سرحان التايتل الجميل بتاع حبيبه قلبي، دكتوراه التغذيه العلاجيه ودبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات، مدير شركه اورجانيكا المستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه، سيبكم من كل ده، هي سفيره الجمال يا حبيبتي. انا هطلق عليكي من هنا ورايح، هي سفيره الجمال، وكل كلمه بتقولها صدقا بمعنى كلمه صدقا، وحاجات وحالات انا شفتها بنفسي وشفتها بعيني وحاجات يعني حيه قدام عينينا، زي الريفيوهات اللي هنقولها وزي بالظبط الحالات اللي هنشوفها مع بعض. قبل ما أحلى نشوف شيف ده كلام والله، يعني بصي مش عارفه اقول لك ايه والله، مش عارفه ارد من كتر الجمال الكلام الجميل. لا ولا انا عايزاكي بقى تردي على السؤال اللي جاي. قبل ما نشوف ريفيوهات حبايبنا ونعلق عليه، عندي سؤال عايز اعرف، الترميم بيعمل ايه في الشعر والفورمالين بيعمل ايه في الشعر؟ الترميم بيعمل ايه في الشعر؟ تعالي بقى نشوف مع بعض كده الترميم بيعمل ايه في الشعر. بصي الشعرايه مبدئيا بتتكون من طبقات زي ما قلنا المره اللي فاتت، كلها مترابطه ببعضها. تمام. الطبقات دي عشان ماسكه ببعضها فتلاقيها عامله زي السيراميكا كلها جنب بعض، فما فيش اي حراشيف للشعرايه. طب الشعرايه تبدا تجف عندي وتهيش، تبدا الشعرايه تفتح، شفتي الورق ورق الشجر كده، تبدا الشعرايه عامله زي بالظبط، عارفه جذع الشجر يا شيف هاله او كده زي اللي بقى اللي فوق دي، هي ديت الشعرايه المترممه حصل لها عمليه الترميم. الشعرايه بقى تبدا تجف يا شيف هاله، يحصل لها الجفاف اللي انت شايفاه، شايفه التشققات دي زي الارض العطشانه كده. برافو عليك، الارض العطشانه شبهها، تبدا تشقق، بس تبدا بقى تعمل زي الورق اللي هو الحراشيف، تحطي ايدك على الشعرايه تلاقيها خشنه، تلاقيها ما انتش قادره بيها، تعبانه. طيب اجي بقى في اللي هي تحت دي اللي هي فيها جفاف ومشققه عندي، او مطلعه القشور اللي هي مطلعه للطبقه الاولى اللي هي اتبهدلت جدا اللي هي طبقه الكيراتين. طيب انا محتاجه بقى ادي الشعرايه دي كل اللي ناقصها، ايه اللي ناقصها بقى يا شيف هاله؟ ناقصها ميه، محتوى مائي، ناقصها كمان اللي هي الميه اللي هتدي حياه للشعرايه وطراوه ولمعان اللي انت بتشوفيه. طيب ايه تاني؟ الزيوت الطبيعيه اللي تعوض بقى، يعني انا عندي زيت بذره الكتان فيه اوميجا 3 واوميجا 6 وده مهم جدا لبناء الشعرايه، احماض امينيه مهمه جدا لبناء الشعرايه، عندي كمان بروتين بقى للشعرايه مكونه من الكيراتين، وطبعا الكيراتين ده نوع من انواع البروتين، فانا عندي بروتين وكيراتين وكولاجين، انا محتاجه ادخل اعوض بقى الطبقات اللي موجوده دي اللي حصل لها التشققات وحصل لها انها بدات عندي تنشف وتجف، اعوض بقى ده عشان ارجعها تاني للترميم اللي المفروض تبقى عليه زي ما احنا شفنا الصوره. طيب ده الترميم بيعمل كده، بيعالج يا شيف هاله، كنت لسه يبقى بعالج، انت بتهتمي بالمشكله نفسها بالظبط، بعالج وبفرد ورمم. طب تعالي بقى نشوف، يعني ده الترميم اللي هو فرد وترميم وعلاج ببروتين اورجانيكا. تعالي بقى نشوف الشعرايه لما جبناها تحت المجهر او الميكروسكوب، الشعرايه المعموله بالفورمالين بيحصل لها ايه؟
تشوفي الصوره هتنزعجي شكل الشعرايه، معلش هما هيزعوا دلوقتي الشعرايه يا شيف هاله. بصي عارفه الحبل لما نمسكه انا وانتي كده ونبدا نجيب سكينه نقعد بصي زي دي كده، دي الشعرايه الهايشه الجافه دي الجافه الثانيه دي بالظبط الشعرايه بصي تحت الميكروسكوب يا شيف هاله دي اللي هي حصل لها جفاف. اللي حصل لها ان انا ما بغذيهاش، ما بداش الغذاء بتاعها، ما باكلش كويس، سوء تغذيه، الحاجات دي كلها، ما بعملش سيستم عنايه بالشعر. الشعرايه تبدا تحت، دي شعرايه فعلا حقيقيه تحت المجهر، تبدا تعمل كده. شوف مش بقول لك تعمل ورق كانها ورق، خلاص اتفتحت كلها وتبدا من الاخر تشق الشعرايه وتبدا بعد كده تقع خلاص، هي مش لاقيه حاجه تخليها حيه بعد كده او تخليها مصحصحه او تخليها فريش. اهي الشعرايه، بصي الشعرايه بقى لما بيحصل فورمالين، الفورمالين زي ما انا قلت فاكره ما قلت لك بيكسر الروابط بيفرتكها فعلا. يعني بصي الروابط عامله ازاي، بتلاقي الشعرايه زي الحبل، انا عماله اقطع بالسكينه، انت بتشدي وانا بشد لحد ما يبدا يسيب تك 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 يعمل كده بالظبط. بصي الشعرايه عامله ازاي، ده بقى انا الفورمالين بيدخل يكسر الشعرايه. عشان كده الناس بتبقى فرحانه اول اسبوع او 10 ايام بشعرها اللي فيه فورمالين، اللي هو بتفرده في بعض الاماكن وبيبقى فيه فورمالين، وهم معذورين يا شفالة لان برضو المنتج ده بيبقى جاي مستورد وهم مش فاهمين، فبيتقال لهم والله هو اذا كان زيرو فورمالين او فيه فورمالين ايا كان بيتقال لهم ايه. لكن انا كشركه مصنعه فانا بصنع المنتج فعارفه فيه ايه، مصرح من وزاره الصحه المصريه زيرو فورمالين، بقدر اقول ده وواخد شهاده الايزو اللي هي شهاده الايزو على الجوده. فده الضرر اللي بيحصل واقع على الشعر من الايه، من الفورمالين. طيب احنا منتجاتنا خاليه تماما من الفورمالين زي ما بنقول بالظبط، ده بقى اللي بدانا بالظبط زيرو فورمالين، ده بدانا نعالج بيه الشعر المتبهدل زي ما انت شفتي كده، اللي محتاج ترميم، اللي عنده جفاف شديد قوي، الشعرايه جافه جدا. بدانا نقول طب تعالوا نشوف تركيب الشعرايه يا جماعه، 95% كيراتين. طيب تعالوا نعوض بقى الشعرايه، الشعرايه جواها ايه؟ جواها محتوى مائي صح كده؟ المحتوى المائي اللي موجود جوه الشعرايه هو اللي بيخلي الشعرايه مصحصحه عندي. احنا هنقول نحط كيراتين، نحط بروتين. طبعا شعرايه فراغ فيها فراغ، ما هي الجفه دي هيشه تدوسي عليها تتكسر او زي الزرعه بالظبط. لا انا عايزه املاها عشان عايزه اعمل لها فايبر فيها سمك كمان بالظبط اللي هو ايه الكولاجين. ايه تاني؟ الاحماض الامينيه مسؤوله عن بناء الشعرايه نفسها. طب احط فيتامينز، احط زيوت طبيعيه تعوض لي اللي بيفقدوا الشعر. اللي اهم من كده كمان ان انا بفرد وبعالج. طب بعد الفرد بقى هعمل ايه؟ هو انا بعد الفرد هيفضل شعري كويس؟ هيفضل طول الوقت، هو مفروض معاكي من 9 شهور ل 12 شهر الروتس بس الجديده هي اللي هتطلع. بس الافتر كير اللي معاكي هتحافظ لك على البروتين مده اطول. اولا انا بديكي هير ماسك في نفس مكونات اللي هي مجموعه البروتين الجولد دي اللي هي المجموعه دي، مجموعه البروتين من اورجانيكا اللي هي الذهبي. طيب المجموعه دي بتعمل ايه يا شوف هلا؟ الافتر كير بقى اللي معاها، الافتر كير اللي معاها بيعمل عندنا شامبو نفس مكونات البروتين بالظبط، في بروتين وفي كيراتين وفي احماض امينيه، في حاجات تحافظ لك على الشعرايه من بدايه غسيل الشعر. طيب في ايه عندي كمان؟ في عندي هير ماسك، الهير ماسك هايل جدا جدا لان انا بعمل بيه ترميم في البيت على البارد. اللي هو انا بحط فيه زبده شيا، فيتامين، زيوت طبيعيه مهمه جدا برضو لبناء الشعرايه. فطول الوقت انا محافظه لك على ترميم الشعر نفسه. السيرم بقى شيف هاله اللي بينفعني في كل حاجه، السيرم ينفعني كحمايه من اشعه الشمس، كحمايه من البحر، كحمايه على البروتين. ده كل ده موجود معانا في المجموعه، موجود معانا احنا في المجموعه دي، اربع منتجات بتستلميهم في المجموعه دي. طيب السيرم بقى ميكس ما بين او خليط ما بين السيليكون الطبي والزيوت الطبيعيه والفيتامينز، فبالتالي تلاقيه خفيف على الشعرايه، ما بيلزقش الشعرايه، بيفك تشابك. يعني انا ممكن اخد المجموعه دي، انا افرد شعري بنتي سنتين ادهن لها شعرها من الافتر كير، يعني استخدم لها الشامبو حلو ممكن جدا بمنتهى الامان يهدي الهيشان بتاعي طبعا، لان انا خالي من اي مواد كيميائيه تاثر على الشعرايه نفسها. طيب تعالي بقى ناخد شويه ريفيوهات كده، احنا واخدين سكرين شوت يا جماعه من ريفيوهات لحبايبنا اللي استعملوا البروتين، ونشوف بقى الكلام الحلو اللي كاتبينه. أول واحدة معانا أميرة حلمي، حضرتك استعملتي مجموعة الفرد والترميم من أورجانيكا جروب؟ هي ردة قايلة لسه عاملاه النهاردة، كانت الجلسة التانية وبجد النتائج رائعة. طيب تجربة حضرتك مع بروتين أورجانيكا كانت إيه؟ هي ردة قايلة أميرة حلمي، كانت أكتر من ممتازة بجد، ما فيش ريحة ولا دخان ولا عيني دمعت، الكلام ده مهم جدا، ولا أي حاجة، فعلا تحسي إن الخامات كلها طبيعية جدا وما فيهاش أي كيميكال خالص، وإن شاء الله ناوية أستخدم كل منتجات أورجانيكا. ده كلام أميرة حلمي. دي اول واحده معانا، خدتي بالك هي خدت بالها قوي، بصي بتقول لك ايه؟ الريحة. مفيش ريحه ولا دخان ولا عيني دمعت. بصي يا شيف هاله، مش معنى ان في دخان لان وارد جدا يبقى في دخان، ده مش معناه ان انا ده الدخان انه في فورمالين، لا
الريحه الكريهه. الريحة. شوفي هي بتقول لك مفيش ريحه، مفيش ريحه، هي دي اهم حاجه عندي. المنتج لازم يدخن، لازم يحصل دخنه. انت لو حطيتي شويه زيت على النار وقليتي بيهم زي الذره، لازم هيطلع دخان شويه، هيحصل ايه؟ لازم يطلع دخان. فطبيعي ان انا لو ما غسلتيش شعرك ورحتي عند الكوافير تعملي شعرك فير وقال لك ده انت شعر حضرتك مدهن شويه، تعالي ناخد فيديو على الكلام ده. يلا يا جماعه ناخد فيديو يدعم معانا الكلام الحلو ده. بصي بقى شوف هلا الشعرايه دي. بقى الشعرايه اللي انا بقول لك عليها اللي انت شفتيها تحت الميكروسكوب اللي هي كيه جدا، هيشه ناشفه بالظبط، مشققه، الطبقات الخارجيه تالفه. فبنبدا نعملها ببروتين اورجانيكا، بنبدا ندخل نرمم الشعرايه دي، نلم كل الحاجات اللي هي فقدها ونعوض الحاجات اللي اتفقدت من الشعرايه نفسها. تمام. عايزه اقول لك الشعرايه هنا الشعر الافريقي، يعني الشعرايه تقيله ما شاء الله، يعني شعرايه يعني بصي بقى ما شاء الله، لا بجد ما شاء الله تحفه، يعني الله. بجد دي بنوته، عايزه اقول لك حتى بص الطول في سن تقريبا 13 سنه. الشعرايه كانت الاول قافله على نفسها وكشه كشه جامد، صح؟ الشعرايه ما شاء الله بتطول اتفردت وبتدي تقل وبتدي سمك، حتى انت هتلاحظي هنا بصي تحسي ان في تقل، وتشيلي الشعرايه تحسي ان الشعرايه فيها وزن. ده بيدعم التجربه دي، بيدعم كل الشرح اللي انت شرحتيه لنا بالظبط. ده من ده كمان من داخل مركز اورجانيكا، يعني الحاله دي من داخل المركز. دي حاله ثانيه ودي حاله ثانيه. بصي الشعر برضو، الشعر عايزه اقول لك اشوف هاله جاف، مفيش اي عنايه بيه خالص. انا عايزه اقول لك بسالهم ساعات طب انت بتعملي ايه، تقول لك ما بقدرش اصرحه، ما بقدرش اعمل فيه حاجه، هي غصب عنها. بصي الشعر يا شفاله ما شاء الله ما شاء الله، شعرايه تحفه، بتلمع جدا، لمعه قويه. هو اهم حاجه ان الشعرايه مت ايه يا شفاله، مش مأستكة. بالظبط ما تأستكش. مش مأستكة يا جماعه، يعني مش كشه بالزبط. او مش يعني بيحصلها زي الاستك بالظبط، لان بعض الشعور الضعيفه ما بتقدرش على المواد اللي فيها مواد كيميكالز او فورمالين. عايزه اقول لك ان في بمناسبه ده في بعض كريمات الفرد اللي موجوده مشهوره من زمان، انا جاي لي ناس شعورها متبهدله حرفيا تلفه، يعني اصل انا بفرد وشعري وقع 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 فضل يقع. ما هو ده، ما دي المواد الكيميائيه دي خطر جدا، دي بتدمر، بتقضي على البصيله. فدي يعني ابعدي عنها خالص، حتى لو مش هتعملي شعر يعني مش هتقدري تعملي شعرك، ابعدي عنها خالص. طيب ناخد ريفيو تاني. سوزي جودت كان موجود، جميع منتجات الشركه مصرحه من وزاره الصحه وحاصله على شهاده الايزو. فهي سوزي رد: صباح الخير، انا طبقت البروتين امبارح، بصراحه حلو قوي وريحته جميله جدا وما كانش في دخنه خالص، انا غسلته من ساعه ونشف ونسبه الفرد حلوه جدا. الحمد لله. طب شكرا لله. يا سوزي ده علشان يشوف حالة المواد اللي موجوده فيه، البروتين والكيراتين يا جماعه هم اللي بيفردوا الشعر، والاحماض الامينيه مش الفورمالين. الفورمالين ماده حفظ. طيب ايمي يحيى بعتة بتقول: أنا كنت طلبت مجموعة الفرد لأختي وبقالها أكتر من سنة، شعرها كان صعب جدا وحقيقي فرق معاها جدا وعالجه، أقسم بالله كانت تحفة، وده لأنه فعلا كان زيرو فورمالين، وأنا استخدمت السيرم ده بقى كان بيطريلي الشعراية وكنت بحس أنه خفيف على الشعراية غير أي حاجة كنت بستخدمها، وكانت بتلزق الشعر، قصدها طبعا على الزيوت والحاجات اللي بتلزق اللي الشعر. بتستخدمها قبل كده، هي بتقول بتقارن بتقولي كانت كانت بتلزق الشعر، وده كان تحفة. شكرا ليكم جدا على منتجاتكو الرائعة. بص يا شيف يلا نشوف فيديو. بصي عايزة أقولك أن البروتين تعالوا نشوف فيديو كده، كله مواد طبيعية، يعني بمعنى ان انا مش حاطه اي حاجه كيميكالز خالص تاثر على الشعرايه، بالعكس انا بعالج معالج للشعرايه، دي اهم حاجه، يعالج ويرمم ويفرد، دي مهمه جدا عندي. يعني انا باخد ثلاث حاجات في واحد. بتسمعي كتير اشوف حاله عن الحاجه. بصي الشعرايه اهي، بصي الحاله دي الشعرايه دي كانت برضو بصراحه صعبه. بصي الشعور يعني ده شوفي الله يكون في عونهم يعني بامانه، الامهات كمان بتتعذب قد ايه بجد. وعايزه اقول لك يا شيف هاله بيغير النفسيه 180 درجه، انت بتلاقي اللي داخله عادي هي ساكته قاعده، اول ما شعرها بيتعمل انا عايزه اقول لك الفرح اللي في عينيها. فاكره البنت اللي اتفاجئت الاول، خدت الصدمه مش قادره تتخيل ان هي دي، وبعد كده قعدت تقول ايه انا اتولدت من جديد. فاكره كلهم عايزه اقول لك بصي ما شاء الله، بصي الشعر ما شاء الله تحفه ما شاء الله. الكلمه دي بقى شوف هلا بسمعها كتير، اللي هو فرحتوني ربنا يفرحك. انا نازله فرحانه، انا مش مصدقه نفسي. هو شعري هيفضل كده؟ ايوه. لا دي انا سمعتها كتير، وانا طب بعد ما اروح واغسل شعري هيبقى برضه
برضو مفروض كده. انا عايزه بقى اوريكي الشعر ده. بصي الشعر ده حرفيا صعب. صعب يعني الشعور دي اكيد. مع بعض الناس عايزه اقول لك ان هي ما بتسرحش الشعر فده بيعمل نوع خشيه. بصي ما شاء الله شعرايه دي بنوته 12 سنه شيف هاله ما شاء الله. الشعرايه شيف هاله بتقلب لحاجه اسمها خشابي. ما هو انا لما افضل الم شعري الف شعري من غير ما اسلكه، من غير ما اسرحه، من غير ما ادهنه، من غير ما احافظ عليه، من غير ما اعمل سيستم عنايه، اكسل اغسله عشان ما اقدرش اسرحه، كل ده بيتجمع معايا فيبدا يعمل زي فطريات معينه، والفطريات دي تتجمع مع بعض تلزق الشعرايه ببعضها وتبدا تعمل زي حزم. فدي اسمها الشعر الخشاب. الشعرايه تنشف وتنشف وتبقى عامله زي ايه، كتلة واحدة كده، كتلة واحدة على بعضها زي جذع الشجرة كده على بعض. عارفة زمان كان أمهاتنا في لفظ كده بلدي ده ملبش. أيوه تقول لك ده الشعر زي الكوزيلي قافش في بعضه بالظبط، تلاقيه طويل كده. فده ما ينفعش. ده المفروض الطبيعي إن أنا أهتم بشعري حتى لحد ما أفرده. يعني لازم أهتم، لازم أسرحه كويس، أدهنه، أستخدم سيستم عناية يكون كويس للشعر. في المرحلة دي غصب عنهم أنا عذراهم طبعا. الامهات بتيجي تقول لك انا المدرسه بيتاخروا على الباص الصبح كده، تقولي انا يوميا على الله انا بنزلهم متاخر، واللي تقول لك دراعتي اتهدت وانا مفاصل الايديه وجعتني. يوميا انا حرفيا بنزلهم متاخرين للباص بتاعهم علشان بسرح الشعر. ودي لا ودي مش عارفه ولا دي بيوجعني ودي تنحل. صح، دي من الشد انا بيجيني ناس الحته دي ملتهبه من كتر شد الشعر فعلا. بمناسبه المدارس بقى برضو نوجه رساله، المدارس داخله يا جماعه. كل ام شايفه بنتها شعرها معذبها ومعذبك بالشكل ده، الحل بسيط وموجود جدا جدا يا جماعه في اورجانيكا، والمركز موجود، بتروحوا المركز. ويا ريت لو في عروض بقى تقول لنا دلوقتي نشجعهم عليها. طيب انا عامله عروض، اللي هيتصل ياخد منتج الفرد هياخد هديته بقى، يسال على هديته موجوده. تمام. وعامله كمان خصومات 50% على كل منتجات اورجانيكا. تمام. وكل خدمات مركز اورجانيكا. حلو قوي. تعالي بقى نشوف هند قالت ايه. هند يا جماعه كتبت وقالت بصراحه تحفه، منتجاتهم تحفه، مجموعه تساقط الشعر تحفه فعلا، جربتها. وطبعا اورجانيكا ردين عليها، اورجانيكا جروب، شكرا لثقه حضرتك في اورجانيكا جروب، ودايما عند حسن ظن عملائنا الكرام. هي بتتكلم على مجموعه التساقط، مجموعه الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر، دي اللون الفضي. بص يا شيف هاله، احنا المفروض ان احنا بنعالج داخلي وخارجي. طيب بيجوا لنا يكلمونا، طب اللي ناقصه عنده سوء تغذيه، اللي شعرها ما فيش سيستم عنايه، اللي شعرها جاف زي ما انت شفتي الصوره اللي تحت الميكروسكوب، هو ده اللي بيحصل للشعرايه اللي بتؤدي للتساقط. ما الشعرايه ما تجف عندي صح ومفيش غذاء ما هتنشف، هتعمل ايه بعدها؟ زي الشجر لما بتصفر وتنشف وبعد كده بتقع على طول. خلاص الشعرايه وقعت. طيب انا محتاجه اغذي بقى، انشط فروه الراس، انشط الدوره الدمويه لفروه الراس، اعمل ايه؟ لان الكافيين مسرع من نمو الشعر جدا يا شيف هاله، وعندنا الجينسنج، عندنا السوبالميتو، وده بيكافح هرمون الدي اتش تي للرجاله والستات، خلي بالك يعني الاثنين الرجاله والستات، بيجي لنا رجاله شعرهم في فراغات. طيب انا اقدر اعمل ايه ليه؟ طب لو الفراغات دي صلع وراثي وعامله فراغات كبيره ما فيش، البصيلات خفيفه جدا، ده بياخد، ودايما بيتقال الوراثي ده اصعب بالزبط. نوع بالظبط، ده اصعب نوع، في انواع كتيره تدريجي. فالاصعب نوع ده المفروض الطبيعي ان هو لو في بصيلات عندي دي بيتم الكشف عليها بالدرماسكوب، لو في بصيلات بنبدا نشتغل خلايا جذعيه مجموعه التساقط، وبنشوف الداخلي لو في سوء تغذيه بنبدا ناخد ايه بقى شوف هل عملنا جديد. عملنا الرو باودر، يعني انا عملت ده رو باودر. بصي رو باودر مع مجموعه بس كده مع مجموعه ايه بقى؟ مع مجموعه تساقط الشعر. التساقط بالظبط، الاثنين دول بيكملوا بعض. ثبتي ايدك كده للناس اللي عندهم سوء تغذيه. يعني انا عندي سوء تغذيه، انيميا عندي فيتامين د ناقص، المالتي فيتامينز هو معمول علشان خاطر البشره والشعر والضوافر يا شيف هاله، كل ما بيغذي الجسم عموما، خلايا الجسم. فطبعا احنا لقينا ان لا، في ناس عندهم سوء تغذيه، يعني ناس عندهم الغذاء قليل، فبدانا نقول طيب خلاص احنا هنشتغل على مالتي فيتامينز يكون محترم يعوض لك اللي جسمك بيفقده. فبدانا نقول طيب ده اللوشن، اللوشن فيه زي ما احنا قلنا المكونات دي، الكافيين مسرع من نمو الشعر، الجينسنج، السوبالميتو، في الزيوت الطبيعيه. بس انا بسميه قنبله شوف هاله، لان انا مشغله على كل معززات الشعر، معززات البصيلات نفسها، ان الشعر يحصل له عمليه انبات. طيب وبعيد احيائه من جديد. طيب بالنسبه لي تاني الشامبو بقى نفس مكونات اللوشن، اللوشن ده بيتحط صبح وبالليل ما بيتغسلش. الشعر يا جماعه مش غسيل متكرر. انا جالي حد بتقول لي انا كل يوم شبه يومي
انا بغسل شعري مرتين. ليه طبعا مرتين؟ هي كده المفروض بتأذيه. اصل انا بحس ان هو طبعا الغسيل المتكرر، يعني انا بنشف الشعر، الغسيل المتكرر ما بيلحقش ينشف، يعني هعمل فطريات في شعري وفعلا الشعر فيه قشره، الفروه الراس ملتهبه، طب ما انا كده هادي ده التساقط، ما ينفعش. طيب عندنا مجموعه بقى ايه؟ مجموعه طبعا غسيل الشعر مرتين في الاسبوع، ثلاثه لو دهني. طيب عندي مجموعه الزيوت الطبيعيه، شوفها لك. كل ده في المجموعه كل ده في المجموعه، ثلاث منتجات في المجموعه، عندي اللوشن، عندي الشامبو، عندي مجموعه الزيوت الطبيعيه الهايله جدا اللي بتغذي بصيلات الشعر. تمام. الزيت بيتعمل حمام زيت. ما بيدهنش على فروه الراس. الزيت اللي موجود معانا في مجموعه التساقط، مجموعه التساقط اي زيت يا شيف هاله ما بيدهنش على فروه الراس، ما ينفعش. على الشعر بعيد ب 3 4 سم على الطروف نفسها كده. طيب انا لو عايزه استفيد منه بعمله حمام زيت. طيب احنا حاطين هنا في ايه؟ حاطين اكليل الجبل، حاطين زيت الالوفيرا، حاطين زيت الجوجوبا، الارجان، زيت بذره الكتان الغني جدا يا جماعه بالدهون المشبعه غير مشبعه، اوميجا 3 واوميجا 6 مهمه لنمو ولمعان الشعر. فدي موجوده في المجموعه كلها. حلو قوي بالظبط. فده بيعمل على انبات الشعر بقول من 3 شهور ل 6 شهور. زي الصوره دي كده، زي الصوره دي. بصي بقى دي عامله جلسه خلايا زي واحده بقى الصلع الوراثي اللي بقول لك عليه. شوفي بصي الشعر فرق ازاي اللون. شايفه اللون؟ صح. دي جلسه واحده بس خلايا جذعيه ولسه كان بقالها حوالي اسبوع. بصي الفرق. بس دايما بقول يا جماعه احنا دي جلسات خلايا جذعيه معاها مجموعه التساقط وخدت معاها رو باودر. طيب انا في بعض الحالات اللي ما بتحتاجش، احنا حسب ما بنشوف بتحتاج لا خلايا جذعيه ما بتحتاجش خلايا جذعيه. طيب نقدر بقى ايه رايك نعمل حاجه؟ يلا قولي لي بقى بنستخدمه ازاي. بصي احنا بنفتحه طبعا، انا فاتحه الكيس بس قبل ما ادخل عشان المقص. بصي اولا ريحته تحفه، فراوله. انت بتعملي عصير فراوله؟ هو ايه بيتشرب؟ باودر. والله انا فاكراه لا باودر بيتحط على الشعر. لا باودر. بصي انا هسند بس دي كده عشان على معاك كوبايه اهي، مش كوبايه ميه كده. ثبت ايدينا اقلب ولونه لون فراوله برضه. فراوله تحفه تحفه يا شيف هاله بجد. حلو جدا جدا يعني بجد. مجموعه فيتامينات ومعادن يا جماعه هايله جدا لازمه للجسم لتجديد الخلايا، في فوليك اسيد وده مهم جدا، اقروا اعملوا سيرش، ادخلي اعملي سيرش على الفوليك اسيد وشوفي فوائد الفوليك اسيد ازاي لخلايا الجسم وتجديد الخلايا وزياده الكرات الدم الحمراء في الجسم. يعني بصي ادخلي شوفي بيعمل ايه في خلايا الجسم وفي البشره وفي الشعر. الفوليك اسيد بس الفوليك اسيد تحفه. انا عندي زنك فيه، عندي كالسيوم، عندي حديد. ماشي قلت بقى بتعالجي شعرك معانا. ايوه طبعا طعمه حلو. اعمل لك كوبايه وتدوق. طيب احنا دلوقتي الرو باودر ده منتج معانا بالظبط، ده الرو باودر ده المنتج للغذاء الداخلي ولجميع الاعمار يا شيف هاله. يعني انا لو واخداه وبنوتي وعندها ضعف في بصيلات الشعر اقدر ان انا، او عندها ضعف في جسمها او تغذيه الاطفال الصغيرين ينفع ليهم خالص، بديهم برضو المعلقه دي على كوبايه زبادي هيديهم طعم حاجه كده هم بيحبوها بره. طعم الحاجه اللي هم بيحبوها اللي زي الزبادي بالفراوله كده. ايوه زي الزبادي بالفراوله. ده بالنسبه ليها. طيب استخدم ايه تاني في الرو باودر؟ الرو باودر بس زي ما احنا قلنا ان هو بيجدد الخلايا، بيجدد خلايا البشره وفروه الراس. طيب نستخدمه مع ايه؟ للتجاعيد بقى مهم. كمان طبعا هو جامد جدا جدا. ما هو فيه كل الفيتامينز والحاجات. وحنا ده جلد يا شيف هاله، كل الجسم ده جلد، فالجلد يعني فروه راس، جلد يعني بشره، جلد يعني ايد كله. فتعالي بقى اوري الناس معانا احنا بنستخدم ايه. ده الايباميند يا جماعه. عايزه اقول ان انا يعني انا كان عندي مشكله في ضوافري. ايه هي؟ ان انا كنت قبل اي هواء الزق الضوافر، فبدا ضوافري تبوظ. فقلت لا انا مش هستنى. والناس اللي بتركب اكريليك او هارد جيل او حاجه فعلا الضوافر بتبوظ في النمو وبتتاثر في كل حاجه. صحيح. فبدات طبعا انا بحطه على بشرتي. طب فبدات اعمل ايه؟ اعمل كده شيف هاله واجي على الضوافر بتاعتي اهي. فعلا ايه ده يعني مش البشره بس؟ مش البشره بس، الضوافر كمان. انا بغذي الضوافر والجلد اللي حواليه، ما احتاجش اعمل بديكير. حلوة قوي. يعني بصي اسرع طريقه خلت الضوافر عندي، لا الضوافر بتطول، اتحسنت وبقت متماسكه كده وبقت. طيب انا بعمل ده وبرجع اعمل كده علشان اعمل مساج في العقل بتاعه ضوافري. بصي مساج، اعمل مساج في عقل ضوافري. حلو قوي. سوري ده عقل صوابعي. ضوافري علشان برضو الكرمشه بتاعه الجلد اللي بتبقى. برافو عليكي. ان انا ابدا اعمل كده وادلك ايدي كل يوم بالليل. الايد يا جماعه بتبين السن.
الايد بتبان السن. طب الرقبه من تحت لفوق احط على رقبتي وابدا من تحت لفوق امستج. طب بشرتي احط على بشرتي ومن تحت لفوق امستج زي ما بيقولوا ضد الجاذبيه. عكس برافو عليك لسه اقول عكس الجاذبيه. ابدا امستج بشرتي كويس قوي وابدا ان انا في حاجه صغيره كده بتتباع في كل الاماكن اللي هي مستحضرات التجميل. مش الديرما لا تقدري تجيبيها حاجه عامله زي السيراميك كده او الرخام اللي هي الرول اللي هي بتجري الدوره الدمويه. احنا كده مش لو فضلنا نعمل كده وخلاص او بالايد او بايديكوا ودلكوا من تحت لفوق كده هتدلكي كده بالظبط من تحت لفوق. البشره هتبقى هايل جدا. الخطوط ليه بقى شوفها لها في ايه. طب استني الاول ناخد رضوى الاول وبعدين نكمل. يا رضوى اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء العسل ومساء الهنا. انا حابه احكي تجربتي مع دكتوره نجلاء واحنا حابين نسمع يا قمر. يلا قولي لنا. والله بجد يعني انا هحكي التجربه من اول المكان ما شاء الله جميل وشيك ونظيف ولاول الاستاف من بدايه دكتوره نجلاء لحد معاملتها طبعا معايا ومع مامتي. تمام. والنتيجه هايله جدا. ماما مبسوطه بيها. ماما عملت هايبو وانا عملت شعري بروتين يا عروسه وشعري الحمد لله مبسوطه بيه جدا جدا. انا عملت بروتين كتير جدا وما لقيتش النتيجه دي غير ان الشعرايه فعلا تبقى مفروده وجميله ومفيش خصل مكسره وطريه وطريه وفيها حيويه كده فيها لمعه جدا طريه جدا يعني. تمام. الحمد لله كانه طبيعي يعني حتى مش النتيجه اللي هي الفيك اللي هي كاني عامله شعري والناس كلها تبقى عارفه ان انا عامله شعري. لا هي شعر كاني يعني طبيعي بيبان طبيعي كده. الشعريه طريه وباينه انها ناتشرال اكتر. حلو جدا. يعني كل كلمه بنقولها انت جربتيها عملي اهو يا رضوى. جربتي كل الكلام عملي وشفتي النتيجة عملي. وعايزة اقول لك ان انا خدت منهم كمان مجموعة التساقط. قولي قولي تاني يا رضوى بتقولي ايه؟ انا كمان خدت منهم مجموعة التساقط. تمام. طبعا لسه هبدأ فيها من بداية الاسبوع الجاي ان شاء الله. بس السيروم بتاعهم تحفة. ده اللي انا جربته السيروم والشامبو لحد دلوقتي. تمام يا رضوى. تحفة جدا. والسيرم كمان ريحته حلوه وبتطري الشعرايه اكتر ما هي طريه. فلا الاستاف كله محترم من بدايه دكتوره نجلاء لغاده لهاله. تسلم ايديها. هاله تعبت معايا جدا وعندها ضمير. طبعا الاستاف اكتر من كده بس انا بقول اللي انا اتعاملت معاه دايركت. فلا بجد والله يعني ربنا يكرمكم والله. تمام يا رضوى. تمام. ده رايي وبكل امانه اللي هتحاسب عليه يعني. دي شطارتك انت ان انت استغليتي الكلام اللي احنا بنقوله واستغليتي العروض واستغليتي الفرصه ان انا ازاي افرد شعري فعلا على الحقيقه زيرو فورمالين. منتجات كلها زيرو فورمالين طبيعيه 100%. نجلاء بتشتغل يا جماعه على علاج المشكله مش مجرد من بره كده مشكله اتحلت وتبصوا تلاقوا شهر والتاني الدنيا باظت اكتر. صح. لا هي بتشتغل على الحل نفسه من الجذور نفسها. دي اهم حاجه. عايزه اقول لك يا شيف هاله من هنا انا بشكر التيم بتاعي كله لانهم كلهم ما يتخيروش عن بعض بصراحه. متخصصين محترفين. وعايزه اقول لك التكنيك الشغل بتاع فرد الشعر مهم. هو مش مجرد انا بفرد شعري وخلاص. انت ممكن تعملي شعرك بس مكوه مع حد او فير مع حد هتلاقي الشعرايه اتحرقت وتعمليه مع حد تاني تلاقي الشعرايه حلوه جدا. فاللي ماسك المتخصص اللي ماسك الشعر بيبقى فاهم طبيعه الشعر، فاهم الشعرايه عايزه ايه، فاهم درجه الحراره هي ايه، فاهم كمان التكنيك او الستبس بتاعتنا اللي احنا اديناها لهم او دربناهم عليها بتاعت اورجانيكا ازاي تستخدموها في طريقه فرد وترميم وعلاج الشعر. فده بيطلع الحمد لله رب العالمين احسن النتائج زي ما انت شفتي اللمعه والنعومه والطراوه اللي موجوده في الشعر. طيب نتكلم تاني على الايد. تشرب الايد. اتشربت ايد. تراول الايد كويس جدا. مفيش ملمس دهني بقى. مفيش ولا اي حاجه بيدي نضاره كده للايد. شوف حاله في ايه بقى. بصي انا مش هشتري بره فيتامين سي لوحده ولا هشتري هيلورونيك لوحده ولا هشتري كولاجين لوحده ولا جليسرين ولا مش عارف ولا هشتري زبده شيا لوحدها ولا فيتامين ريتينول ولا اي حاجه خالص. انا كل المكونات دي موجوده هنا. يعني كل المكونات دي موجوده. قول اسمه تاني عشان مثلا لما يطلبوه بالاسم. بصي ايبامنت. ايبامنت. طيب ننزل الصفحه يا جماعه. طيب صفحه الفيسبوك عشان تقدروا تطلبوا منتجات اورجانيكا جروب وعلي عروض هايله جدا واسعار حلوه جدا. طب قولي لنا العروض والخصومات. بس العروض 50% خصم على كل منتجات اورجانيكا وعلى خدمات اورجانيكا كلها. واللي هياخد المجموعات دي يطلب الهديه بتاعته يقول انا عايز الهديه بتاعتي اللي شفتها مع شيف هاله. تمام. ما تنسوش الجمله دي. انا عايز الهديه اللي اتقالت مع شيف هاله. اشكرك حبيبه قلبي. نورتيني يا حبيبتي. اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه واتمنى
من الله ان الحلقه النهارده كلها من اولها لاخرها تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله، والسلام عليكم.